مرحبا مرحبا يا اطفال، مرحبا بكم، فرحانين لكم هنا. عمو يزيد تاني راه فرحان بزاف اللي راكم لهنا وراه يستقبل فيكم اليوم، وانتم تاني راكم تشاهدوا فينا. الا حبيتوا تجوا تفرحوا مع اصدقائكم كما راهم فرحانين وانا تاني اللي فرحان بهم، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com وتسجلوا لي حضور بهذه الطريقه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، لما تسجلوا للحضور لازم تصبروا شوية، لأن عمو يزيد متشوق باش يستقبلكم، ولكن تسجيلات كثيرة. صبروا شوية كما صبروا أصدقائنا اللي راهم هنا وراح يتصلوا بكم. مرحبا بكم، وماذا بينا تزورونا من كل ربوع الوطن. يا أطفال، في بداية كل حصة هكذا نتكلموا على أيام عالمية ودولية مهمة جدا. اليوم كاين عدة أيام راح نذكروهم، ولكن توقفوا عند يوم مهم جدا في هذه الفترة. هذه يوم 17 أكتوبر هو اليوم العالمي لرفض الفقر، سي لا جورني انترناسيونال دو ريفو دو لا ميزير. احنا ماذا بينا العالم كاع ما يكونش فيه الفقر. تعرفوا المقولة اللي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كان الفقر رجلا لقتلته. يعني الفقر صعب، احنا ماذا بينا، لذا ربي سبحانه وسنة الرسول الحبيب فيها الزكاة، فيها الصدقة، فيها يعني باش نصدقوا باش نساعدوا بعضنا بعض. يعني المساعدة مهمة جدا، ودين الإسلام ديننا الحنيف يتكلم بزاف على الصدقة وكيف مساعدة الآخرين يا أخي. وكاين كذلك يوم مهم جدا هو اللي قلت لكم عليه راح نتكلموا عليه، هو يصادف يوم 15 أكتوبر، هو اليوم العالمي لغسل الأيدي. أباكم يا أطفال بالأمم المتحدة دايرة يوم مع المنظمة العالمية للصحة، اليوم العالمي لغسل الأيدي. أباكم باللي غسل الأيدي مهم جدا جدا. بدا بيا نتكلم معكم، تقولوا لي، شوف العروسة هذه، واسمك بنتي؟ أمينة. واسمك؟ أمينة. أمينة، شحال في عمرك أمينة؟ 8. 8 سمانات؟ 8 سنين. 8 أيام؟ ما سمعت؟ 8. 8 سنين. وين تسكني بنتي؟ في البوليدة. وين؟ في البوليدة. بوليدة مدينة الورود، ما جبتيش وردة لعمو يزيد؟ ها؟ قولي بنتي، شحال تغسلي يديك مرة في اليوم؟ شحال؟ وقتاش تغسلي يديك؟ مور الفطور. مور الفطور الصباح. برافو، نشوفوا واحد اخر. واسمك بنتي؟ اسمي عادل. عادل، خصني نجي منا باش نشوفك مليح بنتي. واسمك؟ عادل. عادل، شحال في عمرك عادل؟ في عمري 10 سنين. 10 سنين، الله يبارك. اذا بنتي شحال مرة تغسلي يديك في اليوم؟ نغسل يديا كي نكون نايضة صباح، كي نوض صباح نغسل يديا ونشرب قهوة حليب تاعي، ومن بعد هذيك نكملها ثاني نزيد نغسل يديا. برافو. ونغسل يديا في الفطور. ايه، قبل الفطور ومن بعد الفطور. برافو برافو برافو. وقبل قهوة تاع العشية وموراها، وقبل العشاء ومور العشاء. برافو برافو، شاطرة 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 شاطرة. حقيقة هي بعد الأكل، قبل الأكل مهم جدا، ولكن كاين حاجة نسيتوها. انتم ما تحبوا تلعبوا بزاف برا، تلعبوا في التراب، تلعبوا في الرمل، ديروا الالعاب، تمسوا هذوك مثلا كي تروح في لي طوبوغون ولا تمسوهم، اباكم الجراثيم في كل مكان. دونك لازم تغسلوا يديكم بعد اللعب كي ترجع للبيت يا اخي. كي ترجع للبيت مام قبل ما تاكل، راك دخلت للبيت، ما تروحش تمس الكراريس ولا المكتب ولا الطاولة في المطبخ ولا، مباشرة كي تدخل للدار مباشرة تغسل يديك، ماشي تدخل للدار تقعد الدور وكامل ومن بعد كي تجي راح تاكل باش تغسل يديك. لا لا يا اخي، بمجرد انك تدخل للبيت تروح تغسل يديك يا اخي. مهم جدا جدا جدا، لاننا نحبكم تكونوا بصحة جيدة، لانه الجراثيم في كل مكان. وتغسل يديك بالصابون يا اخي، وتغسل بين الاصبع، بين صبعتيك وكامل يا اخي، لازم بالعقل بالصابون، مش دير هكذا وتزرب تزرب هكذا، لازم دائما بالعقل دير الصابون وتغسل، دير الايدي هكذا هكذا يا اخي، ودير هكذا
ودير الصابون في كل مكان هنا هنا مهم جدا. ديروا هكذا، ديروا كيش تغسلوا في يديكم، وريولي كيش تغسلوا في يديكم. ايوه زيد هكذا تاني هكذا بين صبعتين وكامل. برافو 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 يا اطفال. غسل الايدي حاجه مهمه 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 جدا جدا يا اخي. في بدايه كل حصه نطرح عليكم لغز، تحبوا الالغاز؟ اذا لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يكون دائما امام الانسان لكنه لا يراه؟ ما هو الشيء الذي يكون دائما امام الانسان ولكنه لا يراه؟ معليش فكروا الى غايه نهايه الحصه انتما، واصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يروحوا يشاركوا عبر الانترنت عبر موقعنا عمويزيد.com الجواب عن اللغز. واسرع طفل رايح تكون عنده هديه، الاسرع الاول اللي يجاوب. اذا تقدروا تجاوبوا بهذه الطريقه. انت كذلك جاوب واربح عن طريق الانترنت مع اجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هديه قيمه مهداه من طرف شركه اجل، 15 سنه في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصه الماضيه يظهر اسفل الشاشه. مبروك عليك الهديه. اذا فكروا بالتوفيق، توفيق لكم تشوفوا فينا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com باش تجاوبوا عن اللغز. وانتم في نهاية الحصة فكروا وتعطوا لي الجواب. يا أخي اليوم عندنا شخصية، لكل حصة عندنا شخصية نتعرفوا عليها. اليوم عندنا شخصية عزيل عبد القادر اللي راح تعرفنا عليه إكرام. إذا تصفيق على إكرام. تفضلي تفضلي إكرام تفضلي. عزيل عبد القادر ولد الشهيد عزيل عبد القادر في 14 جوان عام 1927 بدوار متكاعوك دائرة الجزار ولاية باتنا. تربى في أحضان أسرة فلاحية بسيطة، وأثناء سنوات الحرب العالمية الثانية التي ذاق خلالها شعبنا مرارة الجوع والحرمان، انتقلت عائلته إلى قرية مونة ولاية قلمة حاليا لأسباب عديدة. ولم تكد تستقر هذه العائلة هناك حتى اتضح للسلطات العسكرية أن الشهيد لم يؤدي الخدمات العسكرية، لأنه كان بين المعتقلين أثناء 8 ماي عام 1945، فنقلته السلطات الاستعمارية في الثكنة العسكرية بقسنطينة، حيث جند في الجيش الاستعماري إلى غاية عام 1949. ولما سرح من التجنيد رجعت عائلته إلى قريتها الأصلية في أوائل ماي عام 1955، وفي عيد الفطر التحق نهائيا بإخوانه المجاهدين بعين التوتة حيث كان له الاتصال. ثم ما لبث أن انتقل مع إخوانه إلى جبل بوطالب حيث عين قائدا لوحدة من جيش التحرير، وبقي في الناحية الرابعة من المنطقة الأولى إلى أواخر سنة 1956 حيث التحق بالولاية الثالثة، واستدعي إلى اجتماع مجلس قيادة الثورة الذي انعقد بطرابلس في صيف عام 1959، وسافر صحبة العقيد عميروش وغيره من الضباط الساميين لجيش التحرير الوطني، واستطاع الوصول إلى حدود الشرقية والمشاركة في أشغال المجلس الوطني للثورة. شارك في كمين جبل أولاد علي قرب مدينة عين أزالة بولاية سطيف، حيث تمكن جيش التحرير من احتراز النصر وتدمير آليات العدو وهجوم على مدينة باريكا عام 1955، وكمين سبلة في صيف عام 1956، حيث أقام كمين على القافلة العسكرية التي كانت متجهة من سطيف إلى باريكا. على أثر هذا الكمين الناجح أغلقت الطريق إلى غاية الاستقلال. وما زال رفاق الشهيد عزيل عبد القادر يذكرون المعارك التي قادها بنجاح في الولاية الأولى سهول الحضنة جبال بوطالب وأولاد تبان، بالولاية الثالثة وجبال البابور. استشهد ومن معه من المجاهدين في 7 ديسمبر عام 1959. شكرا شكرا شكرا. برافو 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 إكرام. برافو عزيل عبد القادر رحمه الله من بين شهداء الأبرار اللي بفضلهم الجزائر حرة مستقلة. يا أخي أطفال إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. حمو يزيد اليوم دا لكم أغنية
مادام تكلمنا عن نظافة الأيدي مهمة جدا، درت لكم أغنية تتكلم عن النظافة، تغنوا كامل معايا. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس، يلا تغنوا كامل معايا. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس، طاهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس، طاهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى، تلقى من الخير الكثير، تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى، تلقى من الخير الكثير، تلقى من الله الرضا، تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من جلس واحفظ جمال الملبس، طهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. أجمل طهارة نفسك تمضي فداء المدرسة، كما تكون في بيتك كن فيها راعي مخلصة. أجمل طهارة نفسك تمضي فداء المدرسة، كما تكون في بيتك كن فيها راعي مخلصة، كن فيها راعي مخلصة. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس، طهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. ترضى للبيت الجمال، ترضاه للجار القريب، اصرف على الجار الأذى، الله أوصى والحبيب. ترضى للبيت الجمال، ترضاه للجار القريب، اصرف على الجار الأذى، الله أوصى والحبيب، الله أوصى والحبيب. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس، طهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى، تلقى من الخير الكثير، تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى، تلقى من الخير الكثير، تلقى من الله الرضا، تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس، طهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. برافو 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 برافو، شاطرين 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 شاطرين. إذا نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى، تلقى من الخير الكثير، تلقى من الله الرضا. إذا يا أطفال، حقيقة الإنسان لازم يكون نظيف الجسم ويكون نظيف القلب، ما لازمش الحقد، ما لازمش الكره. يا أخي لازم دائما نكون متسامحين، نحبوا للغير ما نحبوا لنفسنا، نكون نحترموا الناس. شكرا. لازم احترامه الغير يا أطفال، ولازم نسمعه كذلك، كي يكون واحد يتكلم نسمعوا حتى يكمل الهضره ديالو باش حنا نهضروا،
ما لازمش نهضروا كامل مع بعض، لازم إذن احترام الغير مهم جدا. إذن نظافة القلب ونظافة العقل قبل نظافة الجسم. ولكن نظافة الجسم مهمة جدا، لأن باش ما نمرضوش لازم نكونوا دائما بصحة جيدة. تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. إذن نروحوا دركا مع عمو رضا. تفضل عمو رضا، مرحبا بك في ألعاب الخفة. كما وعدكم يا أطفال، رح نحكي لكم حكاية الجرثومة والصابون. هذه الحكاية مهمة جدا. علاش؟ لأنها تهمكم. كانت واحد النهار واحد الطفلة كانت تلعب في الزنقة كما أنتم كي تخرجوا تلعبوا هكذا، ولكن في اللعب نتاعها كانت لا تبالي، يعني تمس كلش، تمس الحديد، تمس التراب، تمس الحجر، تمس، يعني كانت تلعب. يعني الطفل ما يعرفش كي يكون صغير يمس أي حاجة. بالمرات كاين حوايج ما لازمش تمسهم، ترد بالك. وكانت تمس حاجه تروح تغسل يديك، يعني ترد بالك. هذيك الطفله مسكينه ما ردتش بالها، جات واحد الجرثومه لسقت في يدها، والجراثيم ما يبانوش، وراحت للبيت. كي دخلت للبيت الوالده نتاعها امها كانت توجد في الاكل. قالت لها بنتي روحي تغسلي يديك وروحي تاكلي. قالت لها صحه ماما صحه. ومن بعد راحت، كانت جيعانه بزاف، هي كانت جيعانه. واش دارت؟ جات تاكل مباشره، ما راحتش غسلت يديها. يمها ما على بالهاش، لانها قالت لها غسل يديك، هي تقول لك معليش ماهيش حاجه مهمه، معليش. بالعكس هي حاجه مهمه جدا. جات الطفله هذيك بدات تاكل هكذا، وهذيك الجرثومه
فاتت مع الماكله، راحت لها البطن تاعها وكامل ونادوا من الماكله من الطاوله هكذا، وراحت تنام بعد غسلت يديها بعد الاكل وراحت تنام. وكل الجرثومه كانت في البطن تاعها، لازم تغسل يديك قبل وبعد الاكل. ومن بعد في الليل جاها الم، الم في البطن تاعها، كرجها وجعتها 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 وجعتها. ويماها قالت لها بنتي واش بيك وكامل، قالت لها يما كرشي وهذه. بعد يماها شغل قالت لها وين لعبتي واش درتي واش مسيتي، قالت لها لعبت برا، قالت لها غسلت يدي، قالت لها لا لا وداوها للطبيب وعطالها الدواء وقالها هذه جرثومه راهي في البطن تاعك وداواها وكامل، ولكن الم الم فظيع. من هذاك النهار فهمت وتابت، قالت لها خلاص ماما خلاص نولي كي ندخل للدار نغسل يدي بعد الاكل قبل الاكل، دركا عرفت بلي اهميه غسل الايدي. امو يزيد امو يزيد، نستخلصوا حكاية اليوم ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي باستمرار. برافو 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 بوبي. إذن النظافة مهمة يا أطفال، وغسل الأيدي باستمرار، ما لازمش تقول إيه خلاص غسلت يدي مقبلة ولا، دائما دائما تغسل. يا لو كان تغسل يديك 10 مرات في اليوم 20 مرة ماشي مشكل، الأيدي لأنه حياتنا كامل بيدينا لازم تكون نظيفة. ياك يا أطفال برافو يلا. يا أطفال لحقنا الواحد الركن دركا اللي أنا نحبوه بزاف، هو ركن البريد، بريد عمو يزيد، هو الرسائل اللي جينا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. إذن يا أطفال اللي حبيتوا ترسلونا ونقرأوا الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا لعمويزيد.com في زرار ملاحظات وأراء، ثم تبعثوا لنا الرسالة وراح نقرأوها لكم. بوبي شوفوا واش بعثوا لنا أصدقائنا في البريد. إذا بوبي راح يعطينا البريد. فوالا. برافو برافو بوبي، شكرا 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 شكرا. إذا راح نقراو بعض الرسائل حنا تاع الأصدقاء نتاعنا. مثلا ريتاج أميرة ترباح 6 سنوات من مدينة المعلمة من الجزائر العاصمة، قلنا أحب الحصة وأتمنى المشاركة فيها. إذا يا أميرة ريتاج مادام سجلتي عبر موقع الانترنت حتما رايحين نعيطوا لك باش تجي تشاركي معنا، حنا تاني حابينك تجي. الرسالة الثانية، هاجر عريس 11 سنة من مدينة مدوكل ولاية باتنا، تقول أنا معجبة بهذه الحصة. يا هاجر حنا تاني نحبوك وشكرا على هذا الاهتمام بالحصة. الرسالة الموالية، هذه رسالة جاتنا من كليرمون فيرون من فرنسا، كليرمون فيرون دو فرانس. دوك سيترا ويام 8 سنوات، سيترا ويام 8 دو كليرمون فيرون دو فرانس، قالت لكم نحبكم كامل في الجيري، مرسي عمو يزيد. احنا تاني نحبوك يا ويام، ونحبوا كاع الجالية الجزائرية تاعنا اللي يتبع فينا، ونقدموا لكم تحية خاصة خاصة خاصة. دونك لا كوميونيتي الجيريان كي نوسبي اون اي توجور فيير دو فو اي بوي سا نو في توجور بليزير داتخو باغمي فو تاني، عبالي بلاكم تشوفوا فينا وحنا تاني نحبوكم. ولادكم تاني يقدروا يشاركوا في العطلة مثلا بوندون لي فاكونس اي بوف فونير، اون غوسوا بوكو دونفون دو لا كوميونيتي الجيريان ا ليترونجي. Donc inscrivez-vous sur le site et précisez juste que vous serez en Algérie pendant les vacances de printemps ou d'été ou كامل باش نعيطلكم تجوا تحضروا معنا. الرسالة الموالية، عيش فريال 12 سنة من شرقة العاصمة، قالت لك أريد المشاركة والحضور في حصة عمو يزيد إذا أمكن. يا فريال بنتي بالطبع أمكن، راح يكون فيها إمكانية إن شاء الله ونكلموك إن شاء الله وتجي تفرحي معنا. الرسالة الأخيرة، رزوق محمد 4 سنوات من بوغرة مدينة بوغرة بالبليدة، قال لك حصتكم روعة، راني من 8 تعيطولي. هذه سيرمو ماما ولا بابا هي كتبت الرسالة، إذن مرحبا بهم مرحبا بهم، ونعيطولو إن شاء الله ويجي يحضر معنا. احنا نفتخروا بالرسائل تاعكم لأنها هي اللي تزيدنا التحفيز، ونعرفوا الحصة راهي محبوبة شحال واحد يحبها وكامل.
إذا رسلوا لنا على موقع الإنترنت عمويزيد.com ودقتوا على زرار آراء وملاحظات وين تبعتوا لنا الرسائل تاعكم وين نقدروا نقراوها هنايا قدام أصدقائنا. يا أخي كاين دركا ركن مهم جدا، شكون يجي يحكي لي نكتة جميلة؟ شكون اللي عنده نكتة 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 نكتة؟ تعالي بنتي تعالي قعدي بنتي. واسمك؟ ملاك. ملاك شحال في عمرك ملاك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. وين تسكني؟ في براقي. في براقي. حكينا نكتة تاعك بنتي. واحد طويل بزاف شرب حليب فسد باسكو حليب انتهت مدة صلاحيته قبل ما يوصل كرشو. برافو برافو. تعالي بنتي تعالي تعالي اقعدي بنتي. واسمك؟ مريم. شحال في عمرك مريم؟ 8 سنوات. الله يبارك. وين تسكني؟ في بقرة. في مدينة بقرة اللي قلنا رسالة تاعها تعرفيها؟ اللي قلنا رسالة تاعها تعرفيها؟ شو معليش معليش بنتي معليش. بقرة ولاية البليدة. كان واحد الطفال كان يمد الدجاجة واسمه ما سخون ما دقات لي ما هو علاك تمد له ما 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 دجاجة ما سخون قالها خاشر باش تولد البيضة البيضة باش تولدها بيضة مشرشمة تكون واجدة ياكلها بركة. يا أطفال الحقنا درك فقرة الجواب عن اللغز. لغز قال ما هو الشيء الذي يكون أمام كل إنسان لكنه لا يراه؟ إن شاء الله أنتم تاني أصدقاء تكونوا صبتوا الجواب عن اللغز. تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ آية. وين تسكني؟ في حمادي. في حمادي. شحال في عمرك؟ 12. الله يبارك. وش هو الجواب؟ المستقبل. المستقبل. برافو 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 برافو. أعطيه الهدية تاعها. برافو. حنا نحبوا الشاطرين. إذا عمو يزيد يهدي لك شوب باش تشربي فيه الحليب ولا الماء، وثاني يهدي لك عمو يزيد يهدي لك عمو يزيد 3 تاع السيديات اللي انتجناهم خلال 2 سنين من حق الطفولة معلمي، ومبروك النجاح عليك. ان شاء الله تستفادي بهم. في كل سيدي كاين 22 اغنية، ان شاء الله تستفادي بهم بنتي. تفضلي تفضلي تفضلي. اذا الجواب كان المستقبل، إن شاء الله تكونوا صبتوه. اليوم عندنا كذلك ككل مرة عيد ميلاد، عندنا عيد ميلاد مريم. تعالي بنتي مريم 8 سنوات. تعالي تعالي بنتي أرواحي تعالي. إذن مريم 8 سنوات، إحنا رايحين نغندو لها عيد ميلادك أحلى عيد، أصدقائنا يروحوا يجيبوا الجاتو ديالها. يلا معايا يلا هاي. ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو وصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو
ونغنيله واجمل هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 8 سنوات حسبتوا لها ما حسبتوا لها شيء معليش نعاودوا نحسبوا لها 8 7 6 5 4 3 2 1 برافو 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 بنتي كل عام وانت بخير عمو يزيد يهدي لكم كامل اللي راكم هنا شهادة تصوير اللي حضرتوا معنا في تصوير حصة عمو يزيد باش تحتفظوا بها كذكرى هذه الشهادة تاعك بنتي مريم تفضلي حكميها بما أنك بعتينا 5 قسيمات من علب حليب رامي واحتفلتي بعيد ميلادك معنا رامي راعي البرنامج يقدم لك هذه الدراجة هذه اللي راح تديها معك وتستفادي بها إن شاء الله بنتي يا أخي إذا تفيق عليها وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت نحبكم يا أطفال لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد